السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. دونك رانا في الصيف سخانه، دراري في الدار يحبوا واش ياكلوا كل دقيقه. دونك اقترحت منكم نديروا كيكه بالشوكولاته، تجي بزاف اقتصاديه وتجي بكميه وفيره رائعه، ثاني الذوق رائع بنينه. دونك نروحوا نبداو على بركه الله طريقه التحضير، واقبل نبداو. اول مره راكو تزوروا قناتي ما تنساوش ديروا لنا ابوني، تفعلوا الجرس باش اشك في حق جديد. هيا نروحوا نبداو. عندنا هنا كاس وانيس تاع الفرينه، دونك نبداو نخلطوا بالمواد الجافه ونضيفوا نصف كاس تاع الكاكاو، خاصه نصف كاس، نحيو شويه من النصف. فوالا دونك هنا نديرو هكا باش يجي ما عندوش دي. نديرو رشه ملح، نديرو مغرفه تاع لافاني كيس خميره كيميائيه، ونضيفو مغرفه تاع البيكربونات، مغرفه كبيره. فوالا نخلطوهم اكل هكا، وابخي نخليوهم في طرف. وبخي نروحو نبريباريو المواد السائلة. عندنا هنا ثلاثة حبات تاع البيض، نديرو بيان سور ولا حبيتو ضيفو زيت سيترون، لا المهم انا درت ثلاثة حبات تاع البيض. ابخي نروحو نضيفو ولا حبيتو قشور ليمون ولا نضيفو، المهم انا درت رشة تاع الملح. هنا ثاني تقدروا تضيفوا لا فاني ليكيد ولا حبيتو، ونديروا كاس تاع القهوه، كاس تاع القهوه وي حال القهوه عاديه ولا نسكافي واش عندكم، واش متوفر عندكم. مغرفه تاع الخل، كاس الا ربع تاع الزيت، ديما نخلطو بالفوي، هنا ما نحتاجوش ان باتور الكتريك. ونضيفو كاس الى ربع تاع السكر، هلا كي خلطنا كلش هكا نروحو نضيفو المواد الجافه للمواد السائله. هذا الكيك يجي لانفيرس، بون ماشي لانفيرس، يجي نورمال هكا لي نديرو ديما. وي ظنيت بك درت حاجة اختراع جديد. دا شو لا ديفيرونس بليك، دابيتود نديروه ديراكتومون الخليط، ما نخلطوش كلش مع بعض. فوالا نديرو هكا، ابخي نخلطو حبيتو توجور بالخلاط اليدوي ولا بالخلاط الكهربائي، هنا تقدرو تخدمو الخلاط الكهربائي ولا حبيتو. الاحسن ديرو هكا كيما راني ندير نصفي نغرب له ولا شيبا، المهم الصوره راهي تهضر. ولا ما فهمتوش اي حاجه الصوره راهي تهضر. ونخلطو حتى يتجانسو كومبليتمون. اونطخ طون نشعلو الفور ديالنا بيان سور 180 درجه، نطيبو الكيك ديالنا 170 درجه هكاك، سيرتو طيبوه بالعقل، ما لازمش يطيب بزاف يتحرق ولا يجي موالو. فوالا السنيوة ديالنا نديرو لها بابي كويسون، احسن بابي كويسون ما نضمنكمش، يعني كان ما ديروش بابي كويسون، ديرو غير الدهن ولا الفرينه ولا كاكاو، جو سي با اسك تقولي ولا لا، المهم نورمالمون تجي. فوالا نديرو هكا ونخليوه يطيب بالعقل، شي يخضرو راحتو، سيرتو ما ديروش الدرجه عاليه، ديرو توجور لي كيك ديالكم درجه متوسطه من لا خفيفه مليح. فوالا دوكا شفنا بلي راه طاب، حبيتو تشمخوه ديرو الحليب ولا سيرو سي فوتخ شوا، انا ما درت والو بيسك هذا الكيك ما يحت ان با بيزوان غير ما يكون
يكون ان بيبي. هنا نروحو نديرو لا كريم اللي تجي من الفوق، نديرو زوج كيسان حليبه. انا درت واحد ونص، بقي ضفت النصف الاخر. نديرو ربع كاس تاع الكاكاو ولا نصف، تقدروا ديروا نصف مي ماشي بزاف، نحيو شويه. نصف كاس تاع السكر، زوج مغارف كبار معمرين تاع الفارينه، ولا ما تكون فارينه ديروا مايزينا. و نروحو نخلطو هكا، نخلطو بارد هكا بارد، ونعاود نخلطوه في النار هادئة متوسطة. نحركو بيان سور حتى تكون اون كريم تشبه، اون بو دير سي اون كريم باتيسيير. نعيطو لها لاصوص الشوكولا، هاد لاصوص دارت حالة نشوفوها بارتو في لي كيك ايتو، دونك قررت نجربها لكم، نقول لكم ولا يعني تستاهل هاد البوز. دونك تجي بنينه، مي الاحسن نضيف لها شوكولا، شوكولا احسن. دونك هنا ضفت الشوكولا نوار، انا نحب شوكولا نوار الاحسن. ضفت هكاك 150 غرام، و تجي اقتصادية. من الأحسن الأحسن تقدروا ديروا الشوكولا مع الكريمة السائلة، تجي بنين أكثر. بو موا صارت مون افي، مي هذه تجي كي يكون ما عندكمش كلش، عندكم غير كاكاو في الدار، هذا اقتصاد يعني. دونك أنا ثقبت هكا الكيكة باش يدخل هذاك سي هذاك هذيك صوص الشوكولا تدخل في الداخل، باسكو انا جي با ان بيبي. نتوما تقدروا تديروا له الحليب ولا اي حاجه تقدروا ان بيبي بها الكيك ديالكم. فوالا نديرو هكا ونزينو تزيين تاع اختياري. انا درت تزيين بسيط، درت حاجه بسيطه فقط للدار ناكلوه. جي بارطاجي معكم لا ريسيت باش تسبايدو وديروه تجربوه. فوالا كي برد كومبليتمون نحيوه في الثلاجة، نقطعوه نقسموه هكا دي كاري ولا كيما حبيتو، لا فورم اللي حبيتو. فوالا شهية طيبة جا رائع. المهم حاجة سهلة، تحبوا الوصفات سهلة. نتلاقاو تخي بيانتو بوغ لوطخ غوزات، شكرا.